مزيد مشاهدينا بشأن المؤتمر العلمي الثالث لهيئة علماء المسلمين، معنا من عمان الصحفي والإعلامي حسين دلي أحد المشاركين في المؤتمر. مرحبا بك. حياكم الله. أحيي وحياك. إذن بصفتك أحد المشاركين في هذا المؤتمر، كيف كان المؤتمر في يومه الأول وما أهم البحوث التي بحثت فيه؟ شكرا لكم على الاستضافة. أولا نبارك للهيئة هذا المؤتمر غير المسبوق في توقيته وأهدافه، والمادة العلمية التي احتوته المؤتمر كما واضح في التقرير هو يناقش الحركتين العلمية والفكرية في القرون الهجرية الخمس الماضية، وتوافق في الميلادي لغاية 1980، وحقيقة هذه الفترة كبيرة وهي مجهولة من تاريخ الحركة العلمية في العراق، لأن المنتوج في هذه الفترة قليل، وهذا القليل بعضه لم يظهر إلى غاية هذه اللحظة سواء بالطباعة أو بالنشر أو الكتابة عنه، ولذلك انبرت الهيئة عن غيرها من المؤسسات العلمية في أن تضع ثقلها في هذا المؤتمر لكي يكون بذرة صالحة لتعريف العراقيين أولا والعالمين العربي والإسلامي لجهود العلماء العراقيين في تلك الفترة التي كما قلنا كانت غير تحت، لم تكن تحت الضوء، وإنما كانت مجهولة عند كثير من المهتمين، ولذلك المؤتمر بتنوعه كان محط اهتمام بأطراف عديدة علمية. لا نتكلم عن داخل العراق فقط، هناك مشاركات بحثية من 7 دول عربية وإسلامية، هناك أكثر من 85 بحث قدم إلى هذا المؤتمر. اليوم الأول الذي اختتم قبل بضع ساعات كان فيه 3 جلسات، تركزت الجلسة الأولى على علم التفسير والقراءات، والجلسة الثانية الحديث والسنة النبوية والفقه وأصوله، و الجلسة الثالثة كانت عن الأديان والفرق، وكانت كل جلسة تتضمن ما بين 8 إلى 12 بحثا، حتى أن الوقت لم يتسع لعرض كل البحوث بسبب الكم الكبير من الأوراق البحثية المشاركة في هذا المؤتمر. والحمد لله كانت المشاركات رصينة موثقة شهد لها الحاضرون، وكان هناك ضيوف على مستوى عالي من العلمية الأكاديمية والشرعية، وأشادوا كثيرا بمنجز الهيئة وبالمشاركات، والحمد لله كانت على خير ما يرام. كيف رأى الحاضرون تأثير الاحتلال الأمريكي في الحراك العلمي والفكري في العراق؟ حقيقة بعض الأبحاث تطرقت إلى الدور السياسي في، رغم أنها كانت بحوث علمية إلا أن بعضها ربط بين البحث السياسي والعلمي ودور العلماء والمفسرين في هذا الفترة من العصر الحديث والمعاصر الذي كانت لهم مواقف سياسية واضحة من الاحتلال الأمريكي، وعني هؤلاء الباحثين بذكر مواقف هؤلاء القامات السياسية، وأكدوا على أن الموقف العلمي والشرعي والفكري مرتبط منذ الموقف من الاحتلال البريطاني في بداية القرن إلى الموقف من الاحتلال الأمريكي في قبل 15 سنة، وأنه موقف واحد يؤكد على أن هذا الاحتلال من أسوأ المراحل في تاريخ العراق الحديث، وأن الموقف منه يجب أن يكون موقف الدفع وعدم الانخراط في مشاريعه وعمليته السياسية، ولذلك كانت الحمد لله المواقف جيدة، ونقولات هؤلاء العلماء والمفكرين والساسة أكدت على أنه هذا العمل وهذا الموقف من الاحتلال الأمريكي لا يختلف عن الموقف من الاحتلال البريطاني قبل أكثر من 100 سنة. هذه المؤتمرات أستاذ حسين كيف سيكون صداها بحسب رأيك على الحركة العلمية والفكرية وسط هذه الهجمة على القيم الإسلامية في العالم عموما؟ أعتقد أن حجم المشاركة الفوق الجيد في هذا المؤتمر، التنوع كما ذكرنا جغرافي، هناك نوقشت مدارس علمية، هناك نوقشت شخصيات وتاريخها، نوقشت
الحركات العلمية، نقشت فترات علمية. كل هذا التنوع يؤكد أن هذا المؤتمر ستكون له سمعة طيبة، والبوادر الأولى هناك اهتمام جيد من كثير من المؤسسات العلمية عندما طرق لأسماعهم عن هذا المؤتمر، حتى أن كثير من الشخصيات اعتذرت في اللحظة الأخيرة لضيق الوقت، ونتوقع أنه بعد انتهاء الجلسات وتوثيق البحوث وطباعتها سيكون لها دور كبير جدا، لأن المتوقع أن يكون هناك مجلدين أو ثلاث مجلدات من البحوث المشاركة، وستؤرخ لهذه الفترة المهمة من تاريخ العراق. وهناك تعطش كما لاحظنا من المشاركات العربية في هذا المؤتمر لمعرفة دور العلماء العراقيين الحاضر والماضي ومواقفهم من ما حدث في أيامهم سواء كان داخل العراق أو خارج العراق. وكانت حتى جزء من المشاركات تفاجأنا أن كثير من الباحثين العرب لديهم اطلاع جيد عن الشخصيات العراقية والقديمة والحديثة المعاصرة ودورها في التاريخ العربي والإسلامي المعاصر ومواقفها من قضايا الأمة، ولذلك الاهتمام متوقع أن يكون كبيرا وستكون صداها إن شاء الله أكبر. شكرا جزيلا لك من عمان، صحفي والإعلامي العراقي حسين دلي أحد المشاركين في المؤتمر.